بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يشرفني ويسعدني ويثلج صدري وأفتخر في أن تقوم والدتي حفظها الله مهدية بنت بالخير بن صالح القرني بافتتاح منزلي الجديد في مدينة الرياض بظهرة لبن. هذه الأم العظيمة، هذه الأم الغالية التي أكن لها كل تقدير وكل احترام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني ويعينني على برها. لذا أطلب من والدتي الغالية أن تقوم بافتتاح المنزل الذي طال انتظاره، ولله الحمد تم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الوالدة من الصم والبكم، لا تسمع لا تتكلم، ولكنها ذكية وعظيمة في نفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوه. Ah, I'm